حنا مقبلين على الانتخابات نتاع اللجان الثنائيه وغيبان شكون اللي عنده تمثيليه وغيبان بالرغم من انه تمثيليه الفيدراليه ككل هي ضعيفه. الفيدراليه ما لحد الساعه بدون ما نقول بانه العمل النقابي كله ولا النسبه نتاع الناس اللي منتخبين في المغرب كلها هي ضعيفه بما فيها المركزيات. نسبة التنقيب في المغرب لا تتجاوز 6%. ما هي الأسباب؟ هناك أسباب عدة ومتعددة. فيها أولا محاربة العمل النقابي خاصة في القطاع الخاص. الوظيفة العمومية جزء من المطالب اللي كانت أساسية بالنسبة لواحد العدد نتاع الموظفين جزء منها تحقق. ضيف ليه اليوم عدم المصداقيه اللي صبحت عند واحد العدد نتاع النقابات. هذا كله تيعطي اسباب اللي تتخلي اليوم يكون ضعف نتاع التنقيب في المغرب. ضيف ليه ايضا اليوم محاربه العمل النقابي بجميع الوسائل والاشكال بما فيها اليوم لان تقول لي اخضر الوصل. وقلت لها انا وين قبيله قلت لكم طرحوا السؤال كيف اليوم السلطات المحليه نتاع انفا كتعطي الوصل مع العلم بانه هما على علم بانه كاين خلاف ما بين داخل الفيدراليه وكتجي كتعطي الوصل لواحد النادي بمعنى اليوم هناك طرف ايضا داخل الدوله يسعى الى اضعاف الفيدرالية ويدعم واحد الطرف حزبي على طرف اخر لانه للاسف هناك خريطه اليوم كتقاد كتعاود تصنع في البلاد ولكن غادي النتائج نتاعها ستكون وخيمه على سينقلب السحر على الساحر.